السلام عليكم، احمد مصباح معاكم من تيك كافيه. انا مركز في الفيديوهات اللي بسجلها الايام دي وبحطها على التشانل بتاعتي على موضوع المودرنايزيشن، وذلك لاني لاحظت من مده طويله جدا ان كل ما بتكلم مع حد في مودرنايزيشن بلاقي ان الناس دايما الاوبشن الوحيد اللي هي بتاخده هو ان لو عندنا ليجاسي مونوليث، الليجاسي مونوليث دي نحولها لمايكرو سيرفيس اركيتكتشر. فانا بحاول في الفيديوهات دي اني اوضح ان مش ده الاوبشن الوحيد اللي عندك، وان بيبقى فيه اوبشنز تانية كتير جدا. طيب خلينا نتكلم الاول في ليه انا اصلا بفكر اني اعمل مودرنايزيشن لليجاسي مونوليث. اكيد السبب الرئيسي هو ان الكوست اوف تشينج بتاعها بيبقى عالي. الاستراكشر اللي هي مبنيه بيه دلوقتي بيعاني من مشاكل في مجموعه من الكواليتي اتريبيوتس بتاعته او النون فانكشنال ريكويرمنتس بتاعته. المشاكل دي ممكن تكون في الاكستنسابيليتي او المينتينابيليتي او الانتر اوبرابيليتي او في البرفورمانس او في الريلايابيليتي او في السكيلابيليتي او في السكيورتي وهكذا. فده بيخليني اني ابتدي افكر اني اعدل الاستراكشر ده او احسنه بحيث ان انا تتحسن عندي الكواليتي اتريبيوتس دي، وبالتبعيه اريديوس الكوست اوف تشينج بتاع السوفت وير بتاعي. طيب هل اني احول من مونوليث لمايكرو سيرفيس هي الاوبشن الوحيد؟ لا. هتلاحظوا ان انا من كام يوم عملت بوست كنت حاطط فيه مجموعه من الكتب على اللينكدين بتتكلم على مواضيع زي التايدينج والريفاكتورينج والري انجينيرينج والري اركيتكتينج وهكذا. هتلاحظوا اني كنت حاطط كتاب واحد بس بيتكلم على moving from monolith to microservices، وانا عملت ده عمد. ليه؟ عشان عايز اوصل رسالة ان الناس بتتكلم من زمان على ازاي انك تحسن الستركتشر بتاع الابليكيشن بتاعتك بحيث انك to lower the cost of change. وفي كل الكتب اللي انا حطيتها دي التوبيك بتاعت moving from monolith to microservices ممكن تكون مش موجودة خالص. هتكون موجودة اكيد في بعض الكتب، لكن الرسالة اللي بحاول أوصلها هنا إن مش ده دايما الأوبشن الوحيد. مايكل فيذرز في كتاب Working Effectively with Legacy Code كان وضح ألغوريثم علشان نتعامل بيه مع الليجاسي كود، وحط فيه مجموعة من الستيبس، خمسة ستيبس. إيه هما؟ الستيب الأولانية لما تبقى محتاج تعمل change في السوفت وير بتاعك، اللي تشينج ده ممكن تكون انك تأد فيتشر او انك تموديفاي ان اكزيستنج فيتشر، انك تفكس ا بج، او انك تيمبروف الاستراكشر بتاعك او تعمل له ريفاكتورينج، او انك تو اوبتمايز الريسورس يوتيلايزيشن. دي كده مجموعه من التشينجز ممكن انت تحتاج تعملها للسوفت وير بتاعك. فهو مايكل فيذرز حط من مجموعة من الستيبس علشان تعمل بيها التشينجز دي if you are presented with legacy code. واحنا كنا قبل كده ان legacy code هو كود according to مايكل فيذرز كود without tests، واحنا قلنا قبل كده انه كود مشكلته الاساسية انه hard to change لاسباب كتيرة جدا. ايه الستيبس اللي ابروتش بيها الليجاسي كود؟ اول حاجه ايدنتيفاي التشينج بوينتس، تاني حاجه اني افايند التست بوينتس لان انا عايز امشي تست دريفن، تالت حاجه اني ابريك الديبندنسيز وهنتكلم على دي كمان شويه، بعد كده اني ارايت التستس، وبعد كده ميك تشينجز اند ريفاكتور. هتلاحظوا ان الستيب الرابعه والخامسه هي التي دي دي سايكل اللي هي ريد جرين ريفاكتور، رايت ا فيلينج تيست، رايت انف كود تو ميك ذا تيست باس،
وبعد كده ريفاكتور الكود و ابلاي عليه بقى الديزاين برينسيبلز والديزاين باترنز وبيزيكلي ميك ذا كود بيتر. طيب الستبس الاولانيه انك تايدنتيفاي التشينج بوينتس وانك تفايند التست بوينتس. في ناس ممكن تقول لك طب ما دي حاجه تريفيال، يعني اكيد قبل اي تشينج انا هعمل كده. ليه هو حطهم كستبس؟ هو حطهم كستبس لان الليجاسي كود بتبقى الستبس الاولانيه دي فيه صعبه، فهو حطهم لك علشان انت تاخد بالك لما تمشي على الالجوريثم ده iteratively تلاقي تحسن في الوقت اللي انت بتتعرف فيه على التشينج بوينتس والتست بوينتس بتاعتك. بعد كده بتبقى too quick و too easy، لكن في الاول علشان ده legacy code هتبقى صعبة. بعد كده بيقول لك break dependencies. في البوينتس اللي انت اتعرفت على ان هيتعمل فيها changes، اولا لو هي points كتيرة قوي يبقى ده معناها ان انت الكود بتاعك tightly coupled، ممكن يبقى عندك class ليها collaborators كتيرة جدا جدا، والcollaborators دي نوع من انواع dependencies. فهو مايكل فيذرز في الستيب الثالثة دي برضو عايز يلفت انتباهك انك لما هتبتدي في الاول هتلاقي فيه dependencies كتير ممكن تكون منعاك انك تعرف تتست الكود، فلازم ساعتها تأبلاي بعض التكنيكس علشان تبريك الديبندنسيز دي، زي مثلا الاكستراكت اند اوفررايد. ده just one technique out of many techniques to break dependencies. اي كود هيبقى فيه dependencies لكن احنا عايزينها تبقى لوس، يبقى فيه لوس كوبلينج. فاذا ده الالجوريثم اللي عرضه مايكل فيذرز، وهتلاحظوا ان الالجوريثم ده ما بيقولكش مونوليث لمايكرو سيرفيسز. الالجوريثم بسيط جدا جدا، ولما تمشي عليه iteratively هتلاقي فيه تحسن في الكود بتاعك. ادرس التحسن اللي بيحصل وشوف بيمباكت ازاي الكواليتي اتريبيوتس بتاعتك. لو لقيت ان في كواليتي اتريبيوتس مع كل التحسن ده محتاجة منك حاجات اكتر، زي انك انت مثلا تمودرنايز الستاك وهكذا، او تستخدم اركيتكتشرال ستايل مختلف عن اللي انت فيه، او على الاقل ساعتها هتبقى اخدت ان انفورمد ديسيجن. اتمنى يكون الفيديو عجبكم ويكون مفيد، ونشوفكم ان شاء الله في فيديو جاي.